دي منظومة متاعي، ونحب اللعب الملعبية دوما صغار، ونحب نعمل استراتيجي كيما صارت لنا احنا مع لاسيك ميموزا. نتذكر بهزوا شامبيونز ليغ كيب ا نتاع كيب سينيور نتاعهم، باعوا جوارات كله لعبونا جوارات 17 ولا سيزون ديو لانترنور لو غران ديو لعبونا 17 كاداره خذت ديسيزيون باش تلعب جوارات صغار كل. دونك جمهور استراتيجي نتاع الاداره، الاداره تنجم تعاونك باش تلعب جوارات صغار، والا الكاريزما نتاع لونترنور لازم تكون قويه برشا، والكاريزما هذه في تونس ما عندناش لي زونترونور تونس. واضح. باهي نحكيو عن مقابله الكلاسيكو البارح بين الترجي بين النجم وبين نادي الصفاق، شكون شاهد المقابله الساعه ولا انيس؟ مباراه فيها نسق لكن كان من طرف واحد، نادي الصفاق سي ورا البارح يذول لي ثم رجعه نفسيه نتاع سي فوزي، ثم بون ما نجمش نقول راهو اللي صار هذاك الكل والمدرب. اي هذا هو السؤال للرئيس. المدرب ما تنجمش تكون عنده عصا سحريه، لكن ثم ديسكور مهم برشا في كره القدم، لاعبيه كيما نقولوا احنا كانوا مع مدرب، جا مدرب جديد عطى ديسكور خاطر في حصه ولا اثنين ما نجمش يغير من وجه الفريق والمستوى نتاعو. اكيد البارح ان ندر شخصي كان افضل على جميع المستويات، كان الاولاني على الكوره، ربح لي دويل نتاعو، البلاسمون روبلاسمون فريق كان حاضر برشا، وعنده جرينتا وعنده لونفي اكثر من نجم الرياضي الساحلي. البارح اللي لفت انتباهي هو وليد ترابيس في وسط الميدان، ملاعبي محترم عنده كاليتي مزيانه، كان النجم يطور ويذولي مع سي فوزي مع الخدمه مع العمل مع الملاعب، لازم يكون اكثر حاجه في مخه خاطر ثم برشا ملاعبيه عملوا ماتش واثنين وعام وعامين ومن بعد غابوا واندثروا، ملاعبي هذا تحس ولاد كاليتي لازم يستغلهم ويزيد يحسنهم باش يمشي لبعيد. نادي الصفاق يذولي نعرف الناس كل مشاكله المادية تونس كاملة تعرف، لكن موقف أنا نشوف أن درس فيقسي اليوم عنده لي كاليتي وعنده لي سنتر نحكيه عليهم، أحسن فريق اليوم في تونس، خير من الترجي الرياضي التونسي، خير من النادي الإفريقي، وخير حتى من النجم الرياضي الساحلي في التعويل على الشبان نتاعو. درس فيقسي في وقت ما وقت اللي جات ومعناتها منع من الانتداب، معناتها ثلاثة مراحل نتاع انتدابات عاول على أولاده وتغير وجه نادر الصفاقسي عنده في الفورماسيون، ويعطي اكثر ثقه لوليد القروي، برشا ملعبيه في الـ في الـ في الـ في السونتر قاعدين ياخذوا الفرصه نتاعهم. نشوف كلاسيكو البارح تلعب على الليدي تايم تاع الليدي تايم، النجم الساحلي ما كانش حاضر مع غياب بوغطاس وصدام، نقول الى متى اليوم تخسر لاكس كامل في الـ في الـ في النجم الساحلي، ليزاريلا تيرو باتيلمو بنو الناس ماهوش في الفورمه نتاعو، عديد ثم ليزاتو نتاعو بارش ماهمش في اوج العطاء نتاعهم، مع ديسوما اللي متذبذب شويه من مباراه الاخرى مره يوريك حاجه كبيره ومن بعد في مباراه ما تلقاهاش. نشوف كلاسيكو ميريتي بالنسبه لنادر الصفاقسي يستحق، وهو الاقرب اليوم في بلاصه الرابط لابطال، اقرب حتى من نجم الساحلي، يذولي نجم الساحلي تو اوت يذولي من البلاصه هذه، لكن البارح نادر الصفاقسي الحق ورا وجه محترم ومحترم جدا بارابول اللي قاعدين نراو فيه المستوى نتاع بقيه المباريات. راح ندرس فيقسي يستحق الانتصار نتاعو، كان افضل وثم كيما نقولوا احنا جو كوليكتيف، ثم بلوك ديكيب، ونصور انه سي فوزي بنزرتي كان يوفر له بعض الاجزاء اللي هي الماديات ينجم يمشي بعيد مع ندرس فيقسي. سامي العكريمي تعرف بالباهي فوزي بنزرتي انت نجم يكون عنده تاثير في الفوز والا صعيب في صفين نهارين معناها. لا شوف انت ولي سينيو يتبعثهم الهيئه المديره، لي سينيو اللي كان تبعث فيهم الهيئه المديره نتاع النجم الرياضي الساحلي ونتاع النادي الرياضي الصفاقسي، هو ان المدرب الي دو باساج عبر سبيل، لذا الشيء هذا ما نجمش يكون عنده مصداقيه ولا ما نجمش يكون عنده قوه لا مع اللاعبين نتاعو لا مع الفيستير نتاعو لا مع معناتها المحبين. فوز البنزرتي جاء، فوز البنزرتي ثم اللي يحبوه ثم اللي ما يحبوش، ثم معناتها مش هذا النقاش، لكن فوز البنزرتي جاء وقت جاء وهبط للتيران ودخلوا معاه للتيران خماخم السينيال، قال لك جو سوي لو بوس، انا جو سوي لو بوس متنا، راهو ما عادش باش يدخل رئيس جمعيه ولا ما عادش ثم تدخلات اخرين. كانوا يدخلوا قبل بيان سور مي بيان سور، شنو كانوا يدخلوا في شنو شنو الدخل مثلا؟ يدخلوا يا ولدي في الانتدابات، يدخلوا يا ولدي رؤساء جمعيات معناتها ولاو فلاسفه وجهابذه في الكوره، ولا تلعب 4-4-2 ولا هذاك تلعب فيه على اليسار ولا ما تهبطش هذاك ويخويا هذاك ما يهبطش واحد وكل شنو يا اخي مشكله من المشاكل الاساسيه نتاع كره القدم التونسيه شنو هو؟ من رئيس الجامعه الرئيس الفريق في معناتها في القسم الخامس في تونس يدخلوا في الامور الفنيه.
رئيس جامعة يدخل في الميتان في الفستير يسكت، معناتها يسكت المدرب الوطني ويتكلم هو. في الفرق أيضا يقول لك أيستقيم الذل والعود أعوج، في الفرق إكزاكت ما نفس الشيء. تبقى فوزي البنزرتي ويعرف أدايا خماخم، وكان يجي مدرب آخر معناتها للنجم الرياضي الساحلي ويعرف، أما شرف الدين ولا الناس اللي محيطين به يعرف باتوش الانترنور ما يتمسش. دونك جاء فوز البنزرتي قائم معناتها والسينيال كو هو يلانس كل الواحد وكل يقول لهم سي موا لو باترون. وباش نقول لك ولو انه فوزي ما كانش في الترجي انتدب هو ما كانش هو ما يخبرش عن انتدابات في الترجي، كان دي كومبرومي. اسمعني، فوز البنزرتي وقتها كان في الترجي الرياضي التونسي سواء مع سليم شيبوب ولا مع حمدي المدب، سيتي دي كومبرومي. ما تنجمش انت راهو تمشي للريال مدريد ولا تمشي لبرشلونه ولا تمشي للانتر وتكون تكنيسيان وتحكم في كل شيء، لكن ثم كومبرومي من كومبرومي، ثم تنازلات من تنازلات. لو جران ميلان تاع ساكي، بيرلوسكوني وقتها يحب يلامبوز لاعب وواحد كل يلامبوز بون، لكن ما يجيش يدخل في كل المنظومه. يلامبوز با اون جوور تيتولير، ينجم باتو صاحب بنته ينجم يدخل باتو حتى ولا كان باتو معناتها مش في فورما واحد وكل، لكن التدخلات تكون صغيره. دونك قلت لك الشخصيه نتاع المدرب مهمه جدا، ويعرف مع اني عندي هاو اليوم نقولها ان نهار 31 اوت عندي تحفظات كبيره ياسر، لانه خماخم شخصيه قويه ويحب يتدخل في الامور الفنيه، وفوزي بنزرتي شخصيه قويه وما يحبش يكون يتدخل واحد. نقطه استفهام، تتوقع الكره مش تتعدى بيناتهم؟ نقطه استفهام معناتها العلاقه نتاعهم بيناتهم. دونك هذا شيء مهم جدا. واضح. سامي ايش حبيت تقول؟ لو كلامه صحيح، فوزي بنزرتي عنده شخصيته وعنده كذا، والمرض موجود في البريزيدونات نتاع تونس كالعاده. سامي مشكله في الميكرو شويه تنقدو خالد. شنو رايك سي اس اس؟ نجم نقولوا سي بون عملت خطوه كبيره بالفوز في الكلاسيكو تشامبيونز ليغ؟ مازالوا هما الماتشوات، مي كمان معناتها كي تاخذ ويكار تاع 5 بوان ومازالوا 3 ماتش، معناتها عندك مثلا ترابي، معناتها فهمت حسب رايي انا. دونك نتصور اللي عملت خطوه باهيه للدوزيام بلاس للشامبيونز ليغ وكاو. سامي كما قال سامي، يعني ثم ولكن زاد قال انيس، ثم بدي شوك صار في تغيير المدرب والى عطات الروندمون وتصير في الجمعيه الكل ضغط خرج من اللاعبيه وخرج من المدرب، يمكن حتى المدرب مرات كي يبدا عنده الضغط الكبير ينجم ياثر على اللاعبيه والروندمون نتاعهم. بدخول فوزي البنزرتي مع الضغط يمكن نقص شوية، يمكن شخصية فوزي البنزرتي موجودة والقوة متاعه موجودة وجوارات تسرحوا شوية وعطاو روند ما صارت البون ماتش وربحوا 2-0 في ماتش الكلاسيكو. زاد النقطة اللي أثارها سامي زاد صحيحة، نجم تقول زاد فوزي البنزرتي عنده شخصيته ينجم ينظف الفستيرات كما لومير اللي طوال عدت معاه بريود باية وينظف الفستيريت ويكون الشخصية القوية اللي سكت اللي سمحني كل... روجي لومير راهو سي با لو بلو غران تونترنور، لكن كان يحكم في تونس. في تونس لا يحبوا بوليس، في تونس يلزم بوليس، مش حكايه بوليس. واش سرك؟ واش سرك؟ المايو فيبل احنا في تونس ديما نحبوا نحطوا المايو فيبل، يا في الجوارات يا في البريزيد يا في البريزيدون. باه كي يبدا عنده كونترولور قوي ينجم يهزلك هو الحمل الكل، ينجم حتى حد ما يتكلم، لا الجمهور يتكلم لا يخلي بريزيدون يتكلم، ويخلي الفيستيريت نظيفة وهو يكون أقوى واحد موجود الانترنور. هنا ينجم أنت تستحفظ على الكيب نتاعك وتنجم تخرج الكيب القوية اللي هي اللي كان لومير عنده الشخصية هذه، كان ديما حتى جمهور الإتوال ما يتكلمش، حتى لو كان يعني الإتوال ما هيش في أحسن حالاتها كان يسكت جمهور الإتوال ويمشي يعني يقبل الإدارة ما تتكلمش، الإدارة ما عندها الضغط. إيه ما سامحني سامي جوست نقطة برك، خطر ما يتكلم حد خطر يراو في بروغريسيون فوالا نمشي يراو في فما حاجة وقتها مش من عدم. ليه خطر نحبوا في تونس نحبوا نحطوا المسؤولية على واحد، في ديما في تونس نحبوا نحطوا شكون اللي غلط شكون اللي مش كليكيب ما تمشيش، نحبوا ديما نعطوا رأينا ما نقولوش هاي كوره ولا هاي تتحسن ولا كذا. كيما تو اللي صاير تو المعين كي ما تمشيش في اسبيرونس يدوروا الناس الكل على معين، ما مش يقولوا جوارات ومش يقولوا تكتيك ومش يقولوا جمعيه في بريود تتبدل ومش يقولوا جوارات شويه ما نجحتش ومش يقولوا الريكروتمون تاعنا كانوا شويه اقل شويه، ديما نمشيو للمدرب والكاليتي نتاع المدرب ونشكوا في المدرب. هذا هو اللي قلت انا يلزمنا اداره فنيه تحمي المدرب. دونك
اللي صار انه فوزي البنزرتي دخل تيشوك الجوهرة تفردت شويه نسمت يقول احنا خرج الضغط عملت ان بون ماتش وهذاك اللي هو الشوك هذا ما صارش في نجم رياضي ساحلي للاسباب الموضوعيه اللي كانت نفس الاسباب الموضوعيه اللي كانت موجوده في النادي الرياضي بكلمه عن نجم الساحلي خالد السويسي النجم في حاجه المدرب اليوم تقريبا نوفل شبيل كانت بدايته باهيه مع ليتوال لكن بعد ظهر النتائج ما عادش تبع انتاج ما عادش تبع علاش سي نورمال كي تدخل انت ليكيب تحط في تدخل في الصغار دخل في الصغار دخل في علاش ديما نرجع ديما موضوع الصغار يعني. ما نجمش راه طفل صغير من اول ما اول ما من اول ما معناتها واحد مخرجه نتاعو باش يعمل لك معناتها بيرفورمانس كبيره كي ترى حتى الاغلاط نتاع الملاعبيه الصغار تحسهم دي كيما على غرام ما تحملهم كان جاي ملاعب اخر بالاكسبيريونس اخرى سينيور ما يغلطش الغلطه هذيك نتاع البونتو الثاني دونك الصغير اوكي باهي ميزمك تعرف وقتاش تهبطو وكيفاش ويزمك تدز معاه وتعطيه فرصته اما تو تشوف الصغار في الليتوال هبط 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 لعب 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 ما صغير يعطيك ماتش اثنين ثلاثه من بعد مازال ما عندوش الاكسبيريونس تاع سينيور جي كونتر ايكيب اللي عندها الاكسبيريونس اكثر انت الملاعبيه نتاع 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 سليمان شنو عملوا كونتر الليتوال اللي بالليتوال بالملاعبيه الكل نتاع فما دي جونجور يستغلوا فكل خاطر الملاعبيه نتاع 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 سليمان اكثر اكسبيريونس من ملاعبيه الليتوال توا حاليا تحب ولا تكره بلا جوست باش نقول كلمه نخدم حاجه انا اكبر منكم شويه شوف في الستينات كان ثم مدرب وطني اسمه اندري جيرار شوف الجهاب نتاع الكره في تونس تاع الشيبي والمغيربي وشتالي كلهم دخلوا للفريق الوطني عمرهم 17 18 19 سنه ما يلعبوش تيلير لكن كلهم كانوا دون لونتي شامبر كانوا يترناو مع ليكيب ناسيونال كلهم اللي تشوفوا فيهم كل قلت لك مجيد الشتالي وطاهر الشايبي واحمد المغيربي كل 17 18 19 سنه يدخلوهم لللونتي شامبر يترناو معاهم ثمك العقليه ثمك الواحد وكل بعد وقتها اللاعب الاخر يبدا يتيع اوتوماتيكمون يطلع مجيد شتالي يطلع المغيربي يطلع مجيد بن مراد يطلع جوري بدوما وقت تجي تلوح انت خاطر عندك ان بون سنتر دو فورماسيون اون كونسيدير معناتها عندهم ان بون سنتر دو فورماسيون وقت تلوح الملاعبيه هذوك كل أربعة خمسة ستة سبعة جوارات تلوحهم مع بعضهم بالضغوطات اللي ثم في سوسة وفي الاتوال وكل حرام معناتها حرام معناتها ما بتنجمش تستنى منهم حاجه سي ان كريم تكنيك ايبسيكولوجي بالك استراتيجي نتاع جمعيه تقول لك انا برا خلي يغلط خاطر لا مش استراتيجي هكاك هذه المديره تو فيلسه في الوقت الحالي جمعيه رئيس ما يحبش يصرف ما عندوش فلوس مش ما عندوش فلوس ما يحبش خلص من العبية سافوار شنية الموضوع ثم مشاكل كبيرة متاع فلوس اليوم راجل صارف 40 مليار من عنده إلي كوسيون سوليدير عند البنوك 15 اليوم كي وقف كي سكرت الفانة متاع الإتوال حبوا يلقاو مقترح باش يرضي جمهور النجم الرياضي الساحلي ويدخل من المنظومه هذيك خاطر النجم الرياضي اللي احنا نعملوا فيه تشبيب وبوغطاس اوت صدام اوت اكس اوت اكس اوت باش نعاولوا على اولادنا باش يعطيو حربوش الجمهور النجم الرياضي الساحلي فماش ميسكت لكن هذا مش كافي للعباد اللي تفهم في الكوره اليوم لعبيت النجم الرياضي الساحلي يعاني ومن مشاكل ماديه ثم مشاكل كبيره برشا ثم خطايا تستنى في النجم الرياضي الساحلي اليوم النجم الرياضي الساحلي على المحك 21 قضيه في الفيفا اليوم على المحك النجم الرياضي الساحلي يعني سامي اليوم اقحام صغار هذو ما راموش ان بروجي ضحاو بهم باش بالسيف عليهم قلنا جريمه فنيه ودينيه نعطي راي صغير انا في الحكايه هذه بسرعه سامي بسرعه ايش يقول ثم اونتونير رولاندي يقول لك ما نعملش غلطات في الـ في الـ في اللو نيفو اما نعمل غلطات للجوار اللي جانا هذوما نجم يغلط لي اما يغلطليش في الجرون ماتش شوك بما انه ليتوال ماشيه في كلاسمون نقولوا احنا خسرت دوزيام بلاس وخسرت الموقع نتاعها كشامبيون ابارامون يقول لك انا يغلط لي توا يتعلم توا ونعطيه الشانس نتاعو باش يدخل حتى العام الجاي يدخل لي لون نتاعو والنجم نصبر انا عام ولا عامين ومن بعد نجم نحكم في الكره في تونس وهذا رأينا على فكره ممكن ياسر بيرتران مارشون يرجع للتوال ها نعطيك سكوب ولو انه فما اخبار حتى على لومير وفوري ذا شرف الدين مشي لفرنسا لومير حتى 106 سنين مش يقعد مطلوب في تونس باهي فاصل موسيقى بعد نحكيه على الهزيمه التاريخيه للكلوب اول مره في تاريخه ينهزم